بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الأطياب الأطهار الميامين. تحية وسلام إلى كل متابعينا، إلى كل مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، ونحن نجدد اللقاء معهم في يومنا هذا يوم السبت وفي تمام الساعة 9 مساء، حلقة جديدة مباشرة من برنامج واحد من ثلاثة. حياكم الله إخواني أعزائي مشاهدينا متابعينا في كل مكان مع برنامجكم الأسبوعي واحد من ثلاثة، هذا البرنامج المسابقاتي الذي نأخذكم فيه في رحاب ديننا الإسلامي، في رحاب الأخلاق، السيرة، التاريخ، الآداب والسنن، القرآن الكريم، ومواضيع متعددة، وباعتقاد كامل أنكم موفقون ومثقفون في هذا الجانب. أسئلتنا في رحاب 14 سؤالا أو 14 رقم حاطيهن لمشاهدين الكرام يختاروهن، 14 رقم تيمنا بالمعصومين ال14 روحي لهم الفداء، من رقم 1 إلى رقم 14. وإذا زملاء الكرام يطلعون الأرقام حتى نسولف شوية عليهن أكون يعني ممنون جدا جدا جدا، شكرا كثيرا، الله يعطيكم الصحة والعافية. من 1 إلى 14 المشاهد الكريم يختار لنا رقم من هذه الأرقام، يدخل باختيار الرقم يدخل إلى سؤال، والسؤال فيه 3 اختيارات، اختيار واحد من الثلاثة هو يعني الإجابة الصحيحة على السؤال. إذا ما أجاب إجابة صحيحة يدخل معنا قرعة حلقة هذا اليوم، وختامها مسك بيعني إجراء قرعة، وهناك فائز واحد في كل حلقة. للتنويه مرة ثانية، هسه يمكن من مشاهدين يقول سيدنا شعجب كل حلقة من حلقات قاعد تنعاد علينا، يعني هيكلية البرنامج، خريطة البرنامج. أنا أقول أنت موفق، يعني أنت مشاهد للبرنامج، لكن هناك من هو لأول مرة يتابع البرنامج له حق علينا، لابد أن نطلعه على هوية البرنامج وكيف يستطيع أن يشارك إذا ما أراد أن يتصل، صح لو لا؟ اعتبر نفسك أنت اليوم أول مرة شاهد البرنامج وتقول أنا شنو هذا البرنامج ما أعرف، فإحنا ننطي الأجواء البرنامج في كل حلقة حتى الأحبة الكرام اللي يشاهدونا لأول مرة يكون يعني الأمر واضح إليه. للتنويه لموضوعتين جدا مهمات، يمكن حلقتنا السابقة كانت بعض الأسئلة غير دقيقة، بعض مشاهدينا من الأخوة والأخوات الكرام إجابته صارت مباشرة بعد ما انطيت السؤال انطان الإجابة، وهذا شيء ما نرغب به. يا ريت عندك دقيقة كاملة، دقيقة كاملة إلك، تقدر تفكر خلال هذه الدقيقة، أنت تفكر، يمك أحد من أهلك من ناسك من أحبائك يفكر وياك، وبإمكانكم أن تجيبوا قبل ما تكمل الدقيقة. أريد من عندكم خلال الدقيقة تجاوبني قبل ما تنتهي الدقيقة بخمس ثواني، أقول لك أنطيني إجابة، أنطي إجابة سريعة، لأن إذا خلص التوقيت فرصة الإجابة تكون غير متاحة. والموضوع الثاني أيضا في بداية التوقيت لا تستعجل، لأن أي إجابة تنطيني إياها يعز عليها أقول لك هذا الكلام، أي إجابة تنطيني إياها تعد نهائية، يعني تنطيني إجابة مثلا لاختيار الثالث وبعدين قلت لي لا أريد الاختيار الثاني، سامحني بهذا الموضوع، الاختيار الثالث يعد أول إجابة فتعتبر نهائية حتى يعني نسير معكم بطريقة سلسة، والفوز عندي آني، مشاركاتكم الجميلة معي في كل أسبوع في برنامج واحد من ثلاثة. أبعث لكم تحايا وسلام كل كادر قناة الإمام الحسين الفضائية، وتحيات زملائي وأحبائي كادر برنامج واحد من ثلاثة باسمكم في أيامنا هذه، أيام ذكر فاطمة سلام الله عليها في رحاب شهادتها في الرواية الثانية، نسلم على كل أهل البيت ونعظم الأجر لهم في هذه الأيام، سلام على رسول الله، سلام على أمير المؤمنين، على الصديقة الزهراء فاطمة، أعظم الله أجرك سيدتي وأجر أهل البيت. أيضا السلام والتحية على الإمام الحسن والحسين سلام الله عليهما، سلام الله على الأئمة المعصومين من ذرية حبيبنا الحسين السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري،
ومولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، من نعظم له الأجر أيضا. وبذلك نحن سلمنا على 14 معصوما روحي لهم الفداء. الله يتقبل أعمالكم، سعداء بأن نلتقيكم في هذه الحلقة، ونبدأ على بركة الله معطرين أفواهنا أسماعنا أجواءنا بأجمل ذكر، وهو الصلاة على محمد وآل محمد. يا ربي صلي على محمد وآل محمد. يلا ناخذ أول اتصال إذا كان جاهز زملائي الأعزاء. أول اتصال أبو عباس من صلاح الدين. أهلا أبو عباس، مرحبا بك. مأجور مأجور أبو عباس، مأجور مأجور، الله يتقبل أعمالك. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ريت زملائي صوت المتصل يعني يعطيني أعلى حتى أسمع المتصل بشكل جيد. زملائي أستاذ محمد، أبو عباس جاهز تختار رقم؟ نعم يلا أبو عباس. رقم سبعة. أول مشاركة معانا برقم سبعة. رقم سبعة. اللهم صلي على محمد وآل محمد. جيد، السؤال يقول عزيزنا أبو عباس، خليك وياي من سماعة الهاتف. السؤال نزل، من الذي خاطب السيدة زينب عليها السلام بقوله أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة؟ هل قال هذا الكلام للسيدة زينب أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب، أم قال هذا القول الإمام الحسين سلام الله عليه، أم قال هذا القول الإمام السجاد؟ نزل التوقيت عزيزنا أبو عباس، لا تستعجل، ركز تمام وانطيني إجابة، وأتمنى من الله التوفيق والتسديد لك ولكل مشاهدينا اللي هم يتابعون واللي راح يشاركون معنا. الإمام السجاد عليه السلام. الإمام السجاد. السجاد، أنت أنطيتني إجابة، أنطيتني إجابة وهي تعد نهائية، متأكد من الإجابة؟ نعم، إجابة صحيحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أبو عباس اعطيني اسم ثلاثي. نقي علي إسماعيل. أعطيني غير اسم، يعني صار فوز أكثر من مرة، أعطيني غير اسم الشارك بي أبو عباس لو سمحت. عباس نقدي، اسم ابنه. عباس نقدي. نقدي إسماعيل. علي. عباس نقدي إسماعيل علي، صحيح؟ لو علي إسماعيل. لا، عباس نقدي علي. ممنون إليك أنا. اللهم صل على احمد وآل محمد. شكرا كثيرا ابو عباس، اول مشاركه ويانا، يعني عفوا عفوا احبائنا اللي مشارك وكان فايز ويانا في حلقه من الحلقات، خلي يشارك هو، لكن خلي يعطينا اسم ثاني احسن، تيمنا تبركا للاسم الجديد اللي شارك ويانا. ابو عباس باسم عباس شارك معنا في اول سؤال وكانت اجابه صحيحه، رقم سبعه تم الاجابه عليه. ومباشرة إلى السؤال، من الذي خاطب السيدة زينب سلام الله عليها بقوله أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة؟ كانت الاختيارات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أم هو الإمام الحسين سلام الله عليه، أم هو الإمام السجاد سلام الله عليهما؟ نعتقد الإجابة صحيحة لعزيزنا أبو عباس. نعتقد نحن شيعة أهل البيت الكرام عليهم السلام بأن السيدة زينب بنت علي عقيلة بني هاشم فخر المخدرات نائبة الزهراء الصديقة الصغرى، وكلها ألقاب جميلة ورائعة لمولاتنا ونور عيوننا السيدة زينب عليها السلام، الصديقة الصغرى بأنها عليها السلام معصومة بالعصمة الصغرى، ومصداق ذلك ما جاء عن إمامنا زين العابدين سيد الساجدين علي بن الحسين السجاد سلام الله عليه عندما قال يا عمة أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. إجابة تعتبر يعني إن شاء الله أتمنى تكون هي مختصرة لكنها وافية وكافية.
رقم 7 تم الإجابة عليه مشاهدينا الكرام، الأخوة والأخوات الكرام، إذا ما أردت أن تشارك معنا فرقم 7 لا تختار لي أن تم الإجابة عليه. مباشرة نذهب إلى اتصال جديد. سلام عليكم ورحمة الله. إلهام من البصرة، سلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عظم الله أجرنا وأجركم باستشهاد الزهراء عليه السلام. مأجورة يا إلهام، بالتالي كلنا إن شاء الله من المرضيين عند الله قبل كل شيء، وعند آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وعند الزهراء روحي لها الفداء. يلا يا إلهام اختاري لي رقم غير رقم 7. الآن الشاشة أمامكم. رقم 2 إن شاء الله. جيد. رقم 2 يقول لكم الأخت إلهام من البصرة: متى بدأت الغيبة الكبرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ هناك تاريخ هجري، هل كان 260 للهجرة أم كان 329 للهجرة أم كان 450 للهجرة؟ بدأ التوقيت. أتمنى تركزون إلهام، تمام؟ أتمنى تركزون وإن شاء الله الإجابة تكون موفقة بإذنه تبارك وتعالى. التوقيت الآن هو موجود عندنا. إلهام ركزي، متى بدأت الغيبة الكبرى للإمام المهدي عليه السلام؟ هل كان التاريخ بالتحديد 260 للهجرة أم كان 329 للهجرة أم 450 للهجرة؟ عندك 30 ثانية أختنا الأخت إلهام. وياي إلهام بعدش؟ إلهام؟ يعني يبدو أن الاتصال انقطع مع الأخت إلهام. يلا إن شاء الله تعاود الاتصال مرة ثانية ونكون في خدمتها وخدمة كل متابعينا ومشاهدينا. ناخذ اتصال جديد. حسن من بغداد، حي الله حسن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. شلون الصحة حسن؟ يا حبيبي حجينا شلونك؟ إذا أنت بخير أنا بخير. تدري؟ الله يوفقك. تدري الحكاية مالتك شنو سويت الآن بيه؟ بتقول لي حجينا. إيه؟ يا رب ارزقني الحج. اللهم آمين. آمين إن شاء الله جميعا. الله يستجيب الله دعواتك وحصل فرد يوم الأيام أروح للحج إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله تروح. حي الله حسن. حي الله حسن. حسن. الله. رقم 7، رقم 7 تم الإجابة عليه هذا الرقم، اختار لي غير رقم حسن. صلى الله عليك يا رب. عندك يا أرقام بقية؟ نعم؟ يا أرقام بقية عندك؟ كل الأرقام من 1 إلى 14 جاهزات، عدا رقم 7 لا تختاره تم الإجابة عليه. نختار رقم 4. 4، يلا، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. روح إلى رقم 4. خليك وياي من سماعة الهاتف عزيزنا حسن، تمام؟ وياك إن شاء الله وياك. أي نبي من الأنبياء كان ابنه أكبر منه؟ أي نبي من الأنبياء كان ابنه أكبر منه؟ أكبر منه في السن، تمام؟ هل كان النبي عزير عليه السلام أم كان النبي نوح عليه السلام أم النبي إسحاق عليه السلام؟ التوقيت نزل عزيزنا حسن، ركز لنا. أعيد التوقيت سنزل حتى تكون على بينة. أي نبي من الأنبياء كان ابنه أكبر منه؟ لا تستعجل بالإجابة. هل هو النبي عزير عليه السلام أم هو النبي نوح عليه السلام أم هو النبي إسحاق عليه السلام؟ عليك كيفك، ركز 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 تمام وانطيني إجابة، عندك وقت. نبي الله نوح عليه السلام. زين مو قبالك بعد 30 ثانية حسن؟ نقول يا الله إن شاء الله يا رب. إجابة غير موفقة ليش حسن؟ أقول ركز، عندك وقت، عندك وقت، عندك وقت حسن حبيبي. أنت وكل مشاهدينا الكرام عندك مسافة دقيقة تقدر تركز يعني على كيفك وتنطيني إجابة. خوي عز علينا إحنا. على كل حال حسن اعطيني رقم، هم يخالف، اعطيني رقم من 1 إلى 14. من 1 إلى 14. رقم 3. لك هدية من الإمام الكاظم سلام الله عليه، يقول يا هو يعطي نصيحة
هذه الأحاديث، هذه الحكم يعطون نصيحة لشيعتهم. يقول قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة، تمام؟ الآكل زاده وحده، والنائم في بيت وحده، والراكب في الفلات وحده. يعني وصينا كأنما الإمام الكاظم سلام الله عليه، إذا ما أردنا أن نجلس في على مائدة جميل جدا أنه نعزم عليها أحد يقعد ويانا من أهلنا من ناسنا. خير الزاد ما تكاثرت عليه ماذا؟ الأيدي، مو؟ وبالتالي في البيت يكره أنه الإنسان ينام وحده في البيت، واضح؟ والثالث أنه الراكب في الفلات وحده، أنه الإنسان يسافر وحده قدر الإمكان. نقول يا سادتي يا نور عيني يا آل بيت رسول الله والإمام الكاظم، يوصينا بهذه الوصية نأتمر بها بإذنه تعالى. هذه هدية من الإمام الكاظم لك يا حسن، حظ أوفر بمشاركة أخرى، ونسعد كثيرا نسمع صوتك ويانا في الحلقات القادمة. شكرا يا نور عيني. يلا نروح إلى اتصال آخر. سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم ورحمة الله. عليها عبد الهادي. عبد الهادي منك، حياك يا أستاذ عبد الهادي، مرحبا بك. أهلا وسهلا. الصوت هذا الصوت مسامع قبل مشارك فيها لولا؟ إيه مشارك أنا. بس يمكن من قبل خمس حلقات ستة. لا قبل يلا 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 متشرفين. متشرفين يا عبد الهادي، متشرفين. وسلام الله على من أنت بجواره، مولانا إمامنا حبيبنا نور أعيننا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. عبد الهادي تسمعني جيدا؟ أسمع. خليك وياي ونصيلي صوت التلفزيون. تلفزيون ما لا ليش دا يرجع لي راجع؟ على كل حال ماكو مشكلة. يلا عبد الهادي اختار لي رقم من 1 إلى 14 غير رقم 7. رقم 2. اي احنا طرحناه قبل قليل يا عبد الهادي، اتمنى انه يعني سمعته وتعرف الاجابه عليه. سؤال رقم 2 كان يقول متى بدات الغيبه الكبرى للامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ هل كانت في سنه 260 هجريه، ام كانت في سنه 329 هجريه، أم كانت في سنة 450 هجرية؟ الوقت نزل، لا تستعجل عبد الهادي، ركز لي على كيفك وانطيني إجابة قبل ما تنتهي الدقيقة. متى بدأت الغيبة الكبرى للإمام المهدي عليه السلام صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت 260 هجرية، أم 329 هجرية، أم 450 هجرية؟ إن شاء الله الاختيار الثاني 329. متأكد عبد الهادي؟ إن شاء الله. يلا من أخرك؟ اللهم صل على محمد وآلي محمد. إجابة موفقة وصحيحة. وانطيني اسم ثلاثي عبد الهادي. عبد الهادي كاظم أحمد. حياك الله. عبد الهادي كاظم أحمد. كاظم الله. أحمد. أيوه. سعد عبد الهادي. نعم. إن شاء الله نطلب منك بعد ما تزور أمير المؤمنين. إن شاء الله. زيارة إنابة عنا وعن كادرنا وعن المشاهدين ومتابعينا كلهم، وأنت صاحب الكرم. وإحنا ذاكريك عند الإمام الحسين عليه السلام. ذاكريك عند الإمام الحسين. جزاك الله. شكرا نور عين، شكرا لاتصالك ومشاركتك عبد الهادي. مشاركة صحيحة موفقة لعبد الهادي. 4 مشاركات 2، واحدة صار قطع اتصال وإلهام، وحسن الإجابة كانت غير دقيقة. أبو عباس وعبد الهادي بالإجابتين، الآن صار الدقيقات. رقم 2 رقم 7 تم الإجابة عليه. يلا نتعرف على إجابة السؤال الثاني. يلا خلنا نتعرف سوى بإذنه تبارك وتعالى. متى بدأت الغيبة الكبرى؟ 260 هجرية، 329 هجرية، أم 450 هجرية؟ إجابة كانت دقيقة من عبد الهادي، قال 329 هجرية. الغيبة الكبرى إخواني أعزائي هي المرحلة الثانية من غيبة الإمام المهدي. سبقتها ماذا؟ سبقتها الغيبة الصغرى، والغيبة الصغرى كان خلالها فترة السفراء الأربعة، تمام؟
يعني السفراء الأربعة هي المعلومة العامة اللي كان عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد بن عثمان بن سعيد العمري والحسين ابن روح، وكان ختامها بالسفير الرابع علي بن محمد السمري. بوفاته بدأت الغيبة الكبرى. توفى علي بن محمد السمري عام 329 بهذه، بعد ماكو سفارة، انقطعت السفارة، تمام؟ 329 بدأت الغيبة الكبرى. على كل حال المعلومة حتى نعطيها دقيقة أكثر، الغيبة الكبرى هي المرحلة الثانية من غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو الإمام الثاني عشر من أئمة الشيعة الإمامية. نور أعيننا، نسأل الله أن نكون من المرضيين عندك يا صاحب الزمان. كل ما نقدمه في هذا البرنامج وحتما كل زملائي لكل برامجنا في قناة الإمام الحسين عليه السلام، كل برامج هي هدية لك سيدي يا صاحب الزمان، ونطلب منك أن نكون من المرضيين المقبولين عندك، وإن شاء الله ببركات دعواتك نكون بعافية في الدين والدنيا والآخرة. جيد، وهذه والغيبة الكبرى بدأت سنة 329 للهجرة واستمرت إلى يومنا هذا، ونسأل الله أن يكون الفرج قريب. كما استهلت هذه المرحلة من حيث انتهت الغيبة الصغرى بعد وفاة آخر نائب للإمام روحي له الفداء، وهو السفير علي بن محمد السمري عام 329 هجرية. فقبل أيام من وفاته أخرج السمري إلى الناس توقيعا من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعلن فيه انتهاء الغيبة الصغرى وعهد السفارة بموت السمري، ويمنعه عن أن يوصي بعد موته إلى أحد ليكون سفيرا بعده. ويقول عليه السلام كلام الإمام الحجة روحي له الفداء في ذلك التوقيع، يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بإذن الله تبارك وتعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أهم ما يميز الغيبة الكبرى عن سابقتها إخواني هو انعدام الارتباط بين الإمام المهدي وشيعته، وعلى الشيعة في هذا العصر ماذا يفعلون إخواني؟ أي يراجع الفقهاء جامعي الشروط لحل مسائلهم الدينية. إجابة أتمنى تكون وافية أيضا لكل متابعينا ومشاهدينا، ودعاؤنا دائما وأبدا: اللهم عجل وقرب في فرج مولانا صاحب الزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. جيد، ننتقل إلى مشاركة جديدة، رقم 2 رقم 7 تم الإجابة عليهم. أحبائنا إخواننا أعزائنا المشاهدين يختارون غير هذه الأرقام. يلا نأخذ اتصال. مرتضى، مرتضى من البصرة، حي الله مرتضى. مرتضى ويانا مرتضى، للأسف. يلا مرتضى تعاود اتصال مرة ثانية ونكون في خدمتك ونسمع صوتك وشارك ويانا بعافية، وكل مشاهدينا الكرام يشاهدونا بعافية ويشاركونا بعافية إن شاء الله. أبو مصطفى من الديوانية، السلام عليكم أبو مصطفى. السلام عليكم سيدنا، شلون الصحة الأحوال؟ الله يحفظك، عظم الله أجركم إن شاء الله. أجرك وأحسن عزائك بأمنا وأمكم جميعا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الله يحفظكم مولانا. حي الله أبو مصطفى، تابعتنا من أول حلقة إن شاء الله. يلا يا أرقام تم الإجابة عليهم إذا مركز وياي. 7 و2. أحسنت، أول شيء 7 وبعدين 2. يلا تمام التمام. أبو مصطفى اختار لي غير هذه الأرقام من 1 إلى 14. إن شاء الله 3 بس نصدق الطاهر إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وسيدة النساء فاطمة هي رقمها رقم 3 من المعصومين 14، روحي لهم الفداء. السؤال يقول لك يا أبا مصطفى:
متى يغض أهل القيامة أبصارهم؟ أهل القيامة متى يغضون أبصارهم؟ هل حين يخرج الناس من أجداثهم؟ أم حين يعطى كل إنسان كتابه بيساره؟ أم حين تمر فاطمة بنت محمد؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد تعجل فرجهم يا الله. ركز على كيفك وجاوبي. إن شاء الله بتمر الصديقة الطاهرة الزهراء عليه السلام على ناقة من نيوق الجنة. إن شاء الله. ويغضون الخلق هناك هناك في يوم القيامة يغضون أبصارهم. غضوا أبصاركم لتمر فاطمة إلى الجنة، ليس كذلك؟ إجابة موفقة، إجابة موفقة. اللهم صل على محمد آل محمد. في رحاب فاطمة هذا السؤال، الله يزيد توفيقات كل مشاهدينا ويعظم أجركم. أبو مصطفى انطيني اسم ثلاثي تحب، أي اسم شاركنا من عائلتك، اسم حضرتك، شنو يعجبك كيف؟ إن شاء الله ابن حسين كريم. حسين كريم عودة. عودة إن شاء الله. فلكم الدعم مولانا إن شاء الله. تأمرنا حبيبنا. تجاب ذاك اليوم. سالم وغانم أبو مصطفى. الله يحفظكم بعد الله. شكرا. شكرا. كل الكادر والمشاهدين إن شاء الله. شكرا. الله سعداء بأن نسمع صوتك وأصوات كل مشاهدينا ومتابعينا، نفرح كثيرا بمشاركاتكم. يلا أبو مصطفى أيضا دخلت ويانا. القرعة رقم 3 تم الإجابة عليه. يعني إحنا في أيام سيدة النساء فاطمة، وسؤالنا كان في رحاب فاطمة، وكانت إجابة دقيقة وسريعة من أخونا أبو مصطفى، وبالتالي هذه المعلومة أعتقد اعتقاد كامل أن كل أحبانا يعلمون قد سمعوا وقرأوا أن يوم القيامة سيأتي، مو؟ لكن الرواية تقول، يلا لا ما أتعبكم، خلينا نأخذ الرواية تمام إن شاء الله. ورد في كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي الجزء الثامن بالتحديد صفحة 68 في تفسير الإمام العسكري عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله تعالى إذا بعث الخلائق من الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد، إن الله تعالى إذا بعث الخلائق من الأولين والآخرين نادى منادي ربنا من تحت عرشه، ماذا قال؟ يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين على الصراط. الرواية هنا تقول فتغض الخلائق كلهم أبصارهم فتجوز فاطمة على الصراط. لكم بشارة ترى في هذه الرواية إخواني، بشارة جميلة ورائعة. يا خدام فاطمة، يا أحباء فاطمة، يا من وزع الماء على حب فاطمة، من أطعم الطعام على حب فاطمة، من جلس مجلسا في رحاب فاطمة، اسمع إليك هذا الكلام. الكلام تكملة حديث النبي صلى الله عليه وآله: فتغض الخلائق كلهم أبصارهم فتجوز فاطمة على الصراط، ولا يبقى أحد في القيامة إلا غض بصره عنها إلا منه، إلا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي والحسن والحسين والطاهرين من أولادهم فإنهم أولادها، مو؟ الرواية تقول فإذا دخلت الجنة بقي مرطها ممدودا على الصراط، طرف منه بيدها وهي في الجنة وطرف في عرصات القيامة، فينادي منادي ربنا: يا أيها المحبون لفاطمة تعلقوا بأهداب مرط فاطمة سيدة نساء العالمين، فلا يبقى محب لفاطمة إلا تعلق بهدبة من أهدابها، من أهداب مرطها، حتى يتعلق بها أكثر من 1000 فئام وألف فئام، والفئام هنا الجماعة من الناس. قالوا وكم فئام؟ واحد. قال 1000 1000 ينجون بها من النار. أسأل الله أن نكون ممن حقيقة هذه أمنية، وبالتالي على 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 اطمئنان تام إذا سلمنا عليهم. وإحنا بدينا بالبرنامج سلمنا عليهم أنهم يسمعون السلام ويرون المكان ويردون الجواب: سيدتي انظرينا، وفي الدنيا اشفع لنا، في الآخرة اشفع لنا،
وإن شاء الله تكون نكون إحنا ممن تلتقطهم فاطمة يوم القيامة كما يلتقط الطير الحب الجيد من الرديء، أليس كذلك؟ هذه أمنية تتحقق إن شاء الله من أمنا فاطمة سلام الله عليها. جيد، إن شاء الله أيضا الإجابة وافية وكافية، وننتقل معكم إلى مشاركة جديدة. أنا سامحوني قد أكون أعطي تفصيلا، لكن أنا غايتي من برنامج واحد من ثلاثة أنه أنا بنهاية البرنامج بقدر ما يعني أطلعتكم على أسئلة نكون قد اكتسبنا معلومات متعددة في رحاب هذه الساعات التلفزيونية، وهذا هدف البرنامج. جيد، خلنا نأخذ اتصال جديد. أم ميثم من النجف. نعم. السلام عليكم ميثم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. أجوركم سيد. مأجورين 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 بشهادة فاطمة، مأجورين بذكر فاطمة سلام الله عليها. كلنا إن شاء الله نحشر فاطميون بإذنه تعالى، نسير على نهج فاطمة، روحي لها الفداء إن شاء الله. حيا الله أم ميثم. نعم. أم ميثم رقم 2 ورقم 3 ورقم 7 صح؟ أريد 12. يلا مباشرة نروح إلى رقم 12. جيد، رقم 12 السؤال يقول لكم أم ميثم، وبالتالي أنا أرجع وأكرر وأذكر مشاهدينا ومتابعينا وإياكم أم ميثم، لا نستعجل بالإجابة، نركز، عندنا دقيقة كاملة، ومن خلال دقيقة إن شاء الله تستطيعون أن تجيبوا. سؤال رقم 12: من هم أئمة المتقين في قول الله تبارك وتعالى الآية 74 من سورة الفرقان؟ واجعلنا للمتقين إماما. تمام؟ هل كل من صلى بالناس جماعة، أم كل من صار إماما من الأنبياء، أم أهل البيت عليهم السلام؟ ركزي لي أم ميثم، ركزي لي أم ميثم وانطيني إجابة، عنديش دقيقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قطع الاتصال يا أم ميثم، ما أدري الشبكة اليوم بيها مشكلة للأسف. أم ميثم إن شاء الله تعاودين اتصال، إن شاء الله تعاودين اتصال ونكون في خدمتكم إن شاء الله. أم محمد من كربلاء، سلام. نعم عليكم أم محمد. عليكم حياكم السلام. الله. نعم عليكم. مرحبا بكم أم محمد. أول مرة شاركوني أنا أم محمد صحيح؟ لا أنا مشاركة بس يعني ما نفذت القرعة. يلا خير على خير، أسأل الله لكم التوفيق. أم محمد رقم 2. نعم. رقم 3. نعم. رقم 7 تم الإجابة عليهم. نعم. اختاري لي غير هذه الأرقام. رقم 5 إن شاء الله. رقم 5 نذهب إلى رقم 5 صلى الله عليه وسلم. رقم 5. نعم. يلا رقم 5، الرواية تقول: كم عاشت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بعد أبيها حسب الرواية الثانية؟ هل 40 يوما، أم 75 يوم، أم 95 يوم؟ ركزي أم محمد لا تستعجلين، بدأ التوقيت. كم عاشت السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بعد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله حسب الرواية الثانية؟ هل 40 يوم، آسف، أم 75 يوم، أم 95 يوم؟ الجواب الثاني. الجواب الثاني 75 يوما. الرواية الثانية. الرواية الثانية 75. نعم. يلا مباشرة إجابة صحيحة. نعم الحمد لله. يا رواية من الروايات اللي راح نعيشها بعد يومين صحيح؟ هي هاي الرواية الثانية. الرواية الثانية 75 يوما تقول أنه 75 يوم بعد شهادة. نعم. النبي صلى الله عليه وآله استشهدت السيدة الزهراء عليها السلام. إجابة موفقة صحيحة. أم نعم. محمد اعطيني اسم ثلاثي تحبون تشاركون به. فاطمة صفاء عبد الحسين. فاطمة. نعم. صفاء. فاطمة صفاء عبد الحسين. عبد الحسين من كربلاء. من كربلاء. نعم محمد اللي هي شارك. حياكم الله. الله شكرا الله. أم محمد لمشاركتكم معنا، أيضا دخلتوا معنا القرعة وتابعونا إلى نهاية الحلقة، وكثير الشكر والتقدير لكم. جيد، صار عندنا هسه 4 رقم 5 ثبت يمنا، أيضا تم الإجابة عليها.
اكيد منتظرين تعرفون الاجابه تامه شويه كافيه ووافيه. كم عاشت السيده الزهراء سلام الله عليها بعد ابيها رسول الله صلى الله عليه واله حسب الروايه الثانيه؟ الجواب لم تثبت كتب المؤرخين تاريخا محددا لشهاده الزهراء سلام الله عليها، ويعود ذلك لاختلاف الروايات الوارده عن الأئمة عليهم السلام، فبعضها تروي أنها استشهدت بعد 40 يوماً من شهادة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي بعد 40 يوم يعني الرواية الأولى اللي عشناها في الشهر الماضي. إخواني نحن في جمادي الأولى، في ربيع الثانية كانت ذكرى شهادة الزهراء في الرواية الأولى بعد 40 يوماً من شهادة النبي اللي كان 28 صفر، تمام؟ والبعض الآخر تؤكد على أنها استشهدت بعد 75 يوماً من رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهي الرواية الثانية اللي رح نعيشها في هذه الأيام 13 جمادي الأولى، تمام؟ وهي الرواية الثانية. ومجموعة أخرى من الروايات تتحدث عن أن شهادتها روحي لها الفداء بعد شهادة أبيها ب95 يوماً، وهي الرواية الثالثة. فيقوم الشيعة الموالين لأهل البيت بإحياء ذكر استشهادها بعقد مجالس العزاء والحزن في الحسينيات والمساجد والبيوت، حيث يذكرون سيرتها وفضائلها ومناقبها خلال هذه الروايات الثلاثة. إن شاء الله مأجورين، الله يتقبل أعمالكم، ودائما وأبدا من خدام فاطمة عليها السلام. جيد، صار عندنا هسه أربعة أرقام 2 و3 و5 و7 تم الإجابة عليهم. خلينا ننتقل إلى مشاركة جديدة ونأخذ المتصل أو المتصلة. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام، من يانا؟ مصدق من بابل. أهلا أستاذ مصدق، مرحبا بك. الله يحفظك. اسم جديد علي في البرنامج، أول مرة أشارك وياي مصدق، صح؟ إن شاء الله. إن شاء الله أستاذ، مرحبا بك. الله يحييك. الله يحييك. شاهد جديد ومشارك معنا في البرنامج. مصدق، تابعت الحلقة من بدايتها؟ أي نعم. يعني تعرف أجواء البرنامج، ما يحتاج أعيد لك إياها. إن شاء الله. يلا. إن شاء الله. رقم 2 ورقم 3 ورقم 5 ورقم 7، تتابع الشاشة قبالك الآن؟ التلفزيون؟ نعم نعم نعم. اللي هن باللون الرصاصي تم الإجابة عليهم، اختار لي رقم من الأرقام اللي هي باللون الأصفر. 12 إن شاء الله. يلا رقم 12. رقم 12 قبل شوية انطيناه يمكن لأم ميثم، سمعته أبو سال مصدق؟ سمعته؟ لا ما سمعته. على كل حال أنا يسعدني، ما عندي مشكلة، يسعدني إذا تسمع وتعرف الإجابة وما مجاوبين عليه جاوبني حتى نعرف إجابة صحيحة إن شاء الله تكون. على كل حال، من هم أئمة المتقين في قول الله تبارك وتعالى الآية 74 من سورة الفرقان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واجعلنا للمتقين إماما. هنا هذه الآية المباركة ما هو تفسيرها؟ ما هو تأويلها؟ هل كل من صلى بالناس جماعة، أم كل من صار إماما من الأنبياء، أم أهل البيت عليهم السلام؟ توقيت نزل، لا تستعجل عزيزنا مصدق، ركز لي تمام 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 وانطيني إجابة خلال دقيقة. من هم المتقين في قول الله تبارك وتعالى الآية 74 من سورة الفرقان؟ واجعلنا للمتقين إماما. كل من صلى بالناس جماعة، أم كل من صار إماما من الأنبياء، أم أهل البيت عليهم السلام؟ عندك يعني 20 ثانية. إن شاء الله اختيار الأول. كل من صلى بالناس جماعة. نعم. متأكد لو كانت ضربة حظ يعني هيك يعني ما متأكد. يعني حسب الآية إن شاء الله. يلا. السامحنا مصدق، إجابة غير دقيقة، لكن لا تتأثر، هي معلومة والإنسان يكتسبها إن شاء الله، تمام؟ مصدق وياي؟ إن شاء الله. مصدق، انطيني اختار لي رقم آخر من 1 إلى 14. 5. 5.
فرد هدية من الإمام الصادق إليك وإلي ولكل مشاهدين الكرام. شنو يقول الإمام الصادق مصدق؟ يقول: الدعاء لأخيك بظهر الغيب يسوق للداعي الرزق ويصرف عنه البلاء، ويقول الملك لك مثل ذلك. قول الإمام سلام الله عليه. يعني الإمام يقول لي ويقول لك خليك دائما اذكر اخوك المؤمن بالدعاء، حتى لو ما يدري فلان من الناس انه انت يعني تدعي له، ادعي بظهر الغيب. زين، هذا الدعاء فيه استجابه، واذا دعوت لفلان الله سبحانه وتعالى يدخر لك اجابه دعوات وقضاء حوائج يا نور عيني. يعلمنا الامام الصادق يقول ادعوا لاخوانك المؤمنين. هذه هديتك من الامام الصادق سلام الله عليه، ونسمع صوتك في حلقاتنا المقبلة يا مصدق. شكرا شكرا كثيرا، يزيد توفيقك إن شاء الله. ما نتأثر إخواني اللي قد يكون إجابته تكون غير دقيقة، يعني مو إجابة صحيحة، لا يتأثر يقول أنا قد أكون بعد ما شارك. لا، أريد أسمع صوتك في كل حلقة. كل مشاهدينا وكل متابعينا الله يعطيكم العافية والسداد والموفقية. خلينا نأخذ اتصال آخر ونستثمر الوقت. يلا اسماعيل من النجف الاشرف. نعم استاذ اسماعيل، السلام عليكم. وعليكم السلام غاتي، شلون الصحه شلون الاحوال؟ الله يعزك الله يحفظك. يعطيك العافيه اسماعيل، اول مره شارك ويانا صحيح؟ ان شاء الله اول مره. يلا فرحانين بسماع صوتك الطيب اسماعيل. الله يحفظك اسماعيل. نعم. رقم 2، رقم 3، رقم 5، رقم 7 تم الاجابه عليهم، اختار لي غير رقم. تمام، رقم 4. رقم 4. نعم. أروح إلى رقم 4 وما فيه. يلا أيضا رقم 4، يمكن بداية الحلقة طرحنا على يعني مشاهد من أعزائنا من مشاهدينا الكرام. نعم. أي نعم. نبي من الأنبياء كان ابنه أكبر منه؟ هل كان النبي عزير عليه السلام، أم هو النبي نوح عليه السلام، أم هو النبي إسحاق عليه السلام؟ التوقيت نزل إسماعيل، لا تستعجل أبد رجاء. إذا كنت متأكد عليه السلام. بلي نبي الله عزير عليه السلام. أنت طيت إجابة سريعة، متأكد من إجابتك؟ نعم نعم. يعني إحنا الإجابة تعتبر نهائية، ويلا نعطيك الإجابة موفقة وصحيحة. نبي الله عزير. وأنا أقول لك صحيح، الإجابة صحيحة، وإخواني في الاستوديو يعطوك هدية الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إجابة صحيح. اسماعيل، الأخوة بالكونترول يعطيهم الصحة والعافية، يسلمون عليك ويدعو لك بالخير والسعادة والسرور إسماعيل، ولكل المشاهدين. إسماعيل انطيني اسم ثلاثي. إسماعيل إبراهيم عباس. إسماعيل إبراهيم. إسماعيل إبراهيم عباس. عباس من النجف. نعم. اسماعيل تابعنا، شكرا كثيرا لمشاركتك معنا. الله يحفظك، يعطيك العافيه. الله يحفظكم ومشكورين على هالبرنامج هذا. لك الخير، لك الخير استاذ اسماعيل، شكرا كثيرا. الله يعزك. رقم 4 ايضا تم الاجابه عليه لحد هذه اللحظه، وجميله هي المشاركات، منوعه من كل محافظاتنا العزيزه، من البصره، من صلاح الدين، من بغداد، من النجف، من الديوانيه، من كربلاء، من بابل. نسعد كثيرا بأن متابعينا يعني يشاهدون البرنامج وبكرامهم يقدر يقعد يتابع يشوف الحلقة، لكن جميل جدا أنه يتسابق ويشارك حتى يدخل معنا القرعة. الله يزيد توفيقكم وسعداء بكم كثيرا. جيد، رقم 4 مباشرة خلنا نتعرف على إجابة على سؤالنا اللي طرحنا. أي نبي من الأنبياء كان ابنه أكبر منه؟ لأن أعطينا ثلاث اختيارات، هل كان النبي عزير، أم كان نوح عليه السلام، أم كان إسحاق على نبينا وآله وعليهم من ذكرناهم أفضل التحية والسلام. الإجابة ورد الجواب في كتاب تفسير الثقلين الجزء الأول صفحة 172. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: إن عزيرا خرج من أهله وامرأته حامل وله 50 سنة. كان عمر عزير 50 سنة
وعد ما خرج من البيت كان زوجته كان زوجته حامل. على كل حال فأماته الله 100 سنة أماته الله 100 سنة وقصة عزير معروفة إخواني أعزائي. تستطيعون أن بعد البرنامج ممكن تسوون بحث عليها وتتعرفون على هذه القصة بشكل تفصيلي. فأماته الله 100 سنة ثم بعثه مرة ثانية فرجع إلى أهله ابن 50 سنة ما تغير من عنده شيء ابن 50 سنة ولها ابن ما رجع رجع لقى عنده ابن من ابنه موجود ابنه له 100 سنة فكان ابنه أكبر منه فذلك من آيات الله تبارك وتعالى. إذن إجابة صحيحة وموفقة إن شاء الله. نأخذ اتصال آخر زملائي يلا. أبو حسين من الناصرية آخر اتصال نستطيع أن نأخذه في حلقتنا لهذا اليوم. أبو حسين السلام عليكم. أبو حسين قطع اتصال بي. أبو حسين من الناصرية. على كل حال أتمنى نأخذ اتصال أخير لو نأخذ فاصل. نأخذ فاصل يلا سامحونا هواي لأن الوقت أخذنا. نأخذ فاصل ومن بعده نجري القرعة لكل متابعينا ومشاهدينا. ابقوا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى مشاهدينا متابعينا في كل مكان مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية. شكر كثير 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 لكم أينما كنتم وحللتم بمشاركاتكم بمشاهدتكم للبرنامج ومتابعتكم له ومشاركاتكم بالاتصالات والمشاركات. قلنا يمكن 11 اتصال في حلقة هذا اليوم ما بين كل محافظاتنا العزيزة. سعداء بكم كثيرا. البعض من الاتصالات 5 مشاركات إجابات صحيحة ودخلوا معنا القرعة في حلقة هذا اليوم. البعض الآخر كانت إجابته غير دقيقة والبعض لسبب الشبكة ظاهرا اتصالاتهم انقطعت للأسف. إن شاء الله في الحلقة المقبلة نستمع إلى أصواتهم الطيبة ومشاركاتهم ويكونون من الفائزين معنا. نجري القرعة سوية إخواني وأعزائي وأتمنى الخير الخير الكثير لكل مشاهدينا ولكل متابعينا. يا ربي صلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والله المكسب الكبير في هذه الحلقة أنه هذه الصلوات الجميلة نسمعها سوية. أسأل بعدني ما راح يمكن يلا أنت فاطمة صفاء عبد الحسين الأخت أم محمد يقولون زمان من كربلاء هي الفائزة في حلقة هذا اليوم. نعطيهم صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. فاطمة صفاء عبد الحسين من كربلاء كانت مشتركة معنا أم محمد. مبارك لفاطمة فوزها معنا في حلقة هذا اليوم. يشرفون إلى مقر قناة الإمام الحسين الفضائية شارع الإمام الحسين شارع قبلة الإمام الحسين عليه السلام خلف مرقد أبو الفهد الحلي. نتشرف بكل المتابعين والمشاهدين بمتابعتهم ويا ربي الخير والسداد لكم. الملتقى يتجدد معكم بعد التحايا الكبيرة والكثيرة من كادر البرنامج. نتشرف باللقاء معكم في يوم السبت القادم 9 يتجدد اللقاء معكم. في أمان الله وحفظه ورعايته.